بنوصل لعوكر مكان استوديو توني سابا اللي تم فيه تسجيل اغنيه جديده للفنان نادين صعب، اغنيه البعض سمعها وعرفها من خلال المسلسل الشهير الولاده من الخاصره بجزءه الثالث واللي اكيد وقعه المخرج سيف الدين السباعي. اكيد الاغنيه لها قصه، اكيد الاغنيه لانه على اثر نجاح المسلسل ونجاح الاغنيه وبطلب من الجمهور تشجع المخرج سيف الدين السباعي وطلب من الفنان نادين صعب ان توضع صوتها من جديد لحتى تقدم الاغنيه عبر الشاشات وعبر ارابيكا كفيديو كليب اكيد في مشاهد من المسلسل. شو بخبرونا عن هالاغنيه؟ شو بتخبرنا نادين عن الاغنيه وعن جديدها؟ وليش حب سيف انه تتصور الاغنيه او تنعمل كليب بهالفتره؟ منتابع سوا. المخرج سيف الدين السباعي مخرج اسم كبير بالدراما السورية، شاهدنا له العديد من المسلسلات اللي نجحت كانت من البيئة الشامية أو مسلسلات مودرن. اليوم فينا نقول كمان سجل نجاح جديد خلال شهر رمضان المبارك بجزء الثالث من مسلسل الولادة من الخاصرة. أغنية تقدمت بالمسلسل ما كانت شارت مسلسل أبدا وقدمت بإحدى حلقات المسلسل بصوت نادين صعب، شو تغيروا الناس، هالعمل لقى أصداء حلوة كتير. لهالسبب حب بعد ما نعرض المسلسل وبعد شهر رمضان المبارك أنه يكرم هذا العمل. واليوم عم نتابع في شيء عم بيصير كليب، شو خبرية اللي عم بفكر فيها سيف الدين السباعي؟ خلينا نعرف منه مباشرة. سيف أهلا وسهلا فيك، منور نشرتنا. أهلا وسهلا عماد، أهلا وسهلا فيك. ألف مبروك كل النجاحات، كل السنوات اللي انقطعت قدمتها، يعطيك ألف عافية عليها. قبل ما نحكي عن الولادة من الخاصرة خلينا نحكي عن العمل الغنائي اللي حسيتك تكرمه، شو عم تعمل؟ شو تغيروا الناس؟ هلأ هذا الموضوع طلع معنا احنا أثناء الشغل، في عنا احنا كان مشهد فوتو مونتاج عبارة عن شيء طلعت منه شيء 13 أو 14 دقيقة، فحسينا أنه ممكن نعمل بقلبه غنية هيك حلوة، يعني تكون تحكي عن وجع هذا المسلسل. قمت أنا كان عم بيشتغل معنا الأستاذ أدهم مرشد الكاتب اللي هو كتب الكلمات، فقلت له أدهم إذا عندك شيء مناسب، قلت له هو أدهم بيكتب كلمات، ما بعرف إذا العالم بتعرف أنا بمسلسل خوف والعزلة هو كتب لي كل كلمات الأغاني اللي موجودة، فقام كتب هذا الكلام. قمت حبيته كتير الكلام، أنا كلامي اللي كاتبه أدهم كتير حبيته، وهيك على وجه السرعة بعته للأستاذ فادي مرديني اللي هو بقطر ولحنه بسرعة، وبلشنا نحكي إنه مين ممكن يغني هذا الحكي. هلأ لما خطر له الأستاذ فادي إنه نادين صعب تغني، أنا نادين صعب بحبها جدا، يعني أنا بحس إنه هي من مطربة من الزمن الثقيل، من العيار الثقيل، يعني هي مطربة حقيقية يعني. فكثير عجبتني الفكرة، ونحن حسب ظروفنا وحسب أمورنا وكذا ومدري شو، بتعرف إنه ما في بادجت وما في كذا، فحكينا مع نادين عبر فادي، فلما سمعت الغنية هي سمعت شلون فادي عملها حبتها بطريقة فظيعة، فقالت إنه أنا إيه رح غنيها، وفعلا غنتها ونزلت بهذا المشهد وكانت حلوة كتير وأثر كتير حلو الغنية. فقلنا إنه حرام هي الغنية تمرق مرة واحدة بالمسلسل، فخلينا نعمل لها هيك مثل كليب صغير صور نادين عم تغني بقلب الاستوديو، وبنحط مشاهد من المسلسل نفسه وبتنزل على المحطات مثل ما عملنا بزماننا بكليب أهل الراي الجزء الثاني إذا بتتذكر، ملحم زين اللي غنى الغنية الشهيرة تبع أهل الراي. فممكن تصير أسوأ غنية جميلة جدا، أنا برأيي بتستاهل أنه تنسمع منيح. فإذا هي على أثر النجاح مش على أثر يمكن تحضيرها الجزء الرابع، لأنه نحن ما عارف أنه يمكن ما بقى في رابع من ولادة الخاسرة، أو يمكن معك بالذات. لا هلأ بالنسبة لموضوع الجزء الرابع ما بعرف إذا رح يصير فيه جزء رابع أو لا، بس حتى لو صار فيه جزء رابع أنا هذا المشروع مو مشروعي، يعني أنا أجيت إنقاذ على هذا الجزء وساويته، فأنا عم بحكي على هي الغنية بس، يعني هذا المشروع اللي أنا ساويته بقلب المسلسل، فما بعتقد رح كون أنا موجود حتى لو صار جزء رابع، وما بعتقد أصلا رح يصير جزء رابع لأنه برأيي المشروع استنفذ أغراضه يعني بهذا الجزء.
الجزء. لا لا، برأيك ما بعرف، أو ممكن تحط هيك المشاهدين، دائما المشاهد بحب لما بيطل حدا معني بالموضوع يعرف منه تفاصيل، شو اللي صار أنه كده، بعرف أنه رشا هي كانت زميلتك المخرجة، شو اللي صار أنه ما كملت، شو اللي صار أنه أنت كنت موجود وأنت اللي حبيت تكفي أو كنت منقذ لهذا العمل؟ لا، هو موضوع خلاف مع الشركة المنتجة صار على تفاصيل معينة العلاقة بالإنتاج، ورشا شربتجي أصدرت بيان على الإنترنت نزلته وقالت فيه إنه هي ليش انسحبت. هلا أنا كل هاي القصة ما كان عندي خبر فيها لوقت ما أجت الشركة وقالت لي إنه هيك صاير معنا ونحن بحاجة لأنه نكمل المسلسل. فلما قريت وحسيت إنه المشروع حرام يوقف وحرام كذا فكملت، يعني الموضوع هذا بكل هالبساطة، ما لا القصة فيها تفاصيل أكثر من هيك، خلاف مع الشركة المنتجة بين المخرجة السابقة وانتهى هذا الموضوع. تمام، بس ما خلق حساسية ما بينك وما بين رشا؟ على بالنسبة لي لا، ما بعرف إذا بالنسبة لرشا خلق هذا الشيء، رغم إني أنا حكيت معه قبل ما بلش وقبل ما يعني نحكي بالموضوع حكيت معه، وما بعرف فإذا هي اعتبرت إني أنا تجاوزتها أو كذا، ورغم إني قلت لها إنه هيك صاير، بس لما حسيت إنه الفجوة عميقة كتير بينه وبين شركة الإنتاج حسيت إنه خلص ما عاد في حل. وبدأت تخطط خطوط عريضة لرمضان المقبل. هلأ في عنا مشروع الحقيقة كتير خاص، أنا برأيي راح يكون كتير له أثر كبير، مشروع اسمه حرم ليك، عم يكتبه الأستاذ خلدون قتلان، بيحكي عن دمشق بالعصر المملوكي سنة 1340، عن أجواء الحريم والجواري وهي الأجواء اللي كانت بالشام بالعصر المملوكي قبل دخول العثمانيين على الشام. أنا برأيي مشروع كتير جريء كتير حلو، رح يعمل جو كتير كبير. قررت بعد ما بقيت فترة بلبنان أنك تنقل إقامتك لدبي، ليه؟ والله شيء له علاقة بالشغل معظم القصة، بس يعني إنه أنا رح ضل بين دبي وبيروت، لأنه يعني بالنهاية حتى حرم ليك رح نصوره بين دبي وبيروت، بس بشكل عام رح أنقل الإقامة على دبي. فإذا هو بداعي العمل مش بداعي أنه تعرضت لبعض المضايقات مثل ما حصل معك مع الأستاذ دوريد لحام، مثل ما مؤخرا مع ماكسيم خليل كمان أيضا تعرض لحادث؟ لا لا، الموضوع ما له علاقة بهيك شيء، أنا ما تعرضت لشيء أبدا، بالعكس أنا الناس بيحبوني كتير هون وما عندي أي مشكلة، أنا عم بحكي بشكل عام شيء له علاقة بالشغل بس. يعني شو عم بيصير بسيدي طوني سابا للأغنية اللي سمعناها بالمسلسل برمضان؟ أول شيء هيدي كانت بالحلقة 28 من ولادة من الخاسرة، الجزء الثالث اللي كان عم يعرض على الشاشات وهو الجزء الثالث طبعا. هيدي الغنية عزيزة على قلبي، نفذت تقريبا ب 12-13 ساعة، عطوني السداء، حبيت الأغنية، تاني يوم جيت على الاستوديو حطيت صوتي، بعشرين دقيقة خلصت الغنية. اليوم نحنا بهالستوديو حتى هيك مثل ما انت قلت لي كمان ونعمل فكرة جديدة، حتى نشيل مشاهد من المسلسل، وحتى كمان انا مثل كأني انه عم صور وعم سجل الغنية، عم بشيلوا انه مشاهد من الاستوديو ومشاهد من المسلسل لحتى انه يدمجوهم مع بعضهم ويصيروا بشكل كليب، لحتى الناس كمان مثل ما حبت اول مره وقت اللي سمعت الاغنيه حتحبها، بس تكون عم تسمعها ثاني وثالث ورابع مره. خبرينا اكثر عن عملك الجميل باخر روح، هل كنت بتتوقعي هالانتشار الجميل لهالعمل؟ غنيت باخر روح غنيه عزيزه على قلبي كثير، رواد رعد طبعا والشاعر نزار فرانسيس. الناس اول ما سمعتها اكيد تفاجأت لانه غنية منا لهالعصر، انت عارف الاغاني اللي راجي بالسوق وهيك، ف
كنت خايفة، بس إحساسي دايماً بيقول لي، أنا دايماً بيدليني على الأشياء اللي بدي أعملها. قال لي إحساسي إنه هلا هالأغنية بدها تنزل وحتعمل شيء مثل ما أنا عملت فيي أول ما سمعتها. الحمد لله. احنا كموسيقيين يعني ما كتير منفكر بالتفاصيل، يعني ما كتير منفوت بتفاصيل غير الموسيقى. يعني احنا بنحب مشروع بنعمله خلص، منفكر بالموسيقى اول شيء بعدين نفكر بباقي الاشياء. هاي المسلسل ناجح من 3 سنين على مدى 3 اجزاء. موسيقى استاذ سعد الحسيني، زلمة قدير وقديم ونحنا كلنا بنحبه. بس يمكن هن اتصلوا فيني، بيعرفوا أنا فيني أعمل سيستم أغنية أكتر من سيستم شارة، حتى بأعمالي قبل موضح هالشي. فيمكن سيف بيعرف إنه هيك وبسجل بلبنان وكذا. هلا هو كانوا عم بيصوروا، يمكن عم في عمليات مونتاج ماشية. دقل لي المخرج أستاذ سيف سباعي، عم بيقول لي إنه في مشهد هو حابب يدعمه بشي يكون يأثر أكتر من إنه يكون بس ميوزيك على الحل يعني. فبعت لي كلام الفنان الممثل أدهم مرشد، حلو، شفته إنه كتير حلو، قال لي إذا فينا نعمل شيء ونلحنه هيك. فبعد ما طلع يعني اللحن، ما بصدقش هالغنية، عم نحكي أنا وسيف حبيب قلبي، هذا اللحن بده صوت خارق، ما بصدق، غير الطبيعي، غير إن شاء الله خطوة جديدة بعد تاعي حبيبي، خدمة وروح وإن شاء الله تعجب الناس وتحبها. صوت لمسي من كلمات والحان مروان خوي، كانت خيار الأول هذا الموسم للموسم الشتوي هيك بتشوفك بحس الواحد للموسم الشتوي. هلأ في عنا كمان أغنية خارجية، ما رح أقول عنها، أوعى الإذاعات والشاشات اللي يعني الجيئة العراقية حلوة، ولكن لا خليجية هلا حاليا خليجية، بس في عراقية حتعرف انت بدون ما انا اقول لك اصلا. هلا قليل من الناس اللي بغنوا بس. وفي عنا مصري وفي عنا اغاني لبناني، وهلا كمان قريبا عنا تور على امريكا، وعنا تور كمان على كندا، وعنا سفرة على المغرب اكيد، انه بلد الثاني يلي انه ما لي غنى عنه. اشتقتي اكيد؟ طبعا اشتقت، شو بك، انا عشت سنة ونص تقريبا بالمغرب هونيك، كتير بحب هالشعب، الشعب غمرني بلطفه للحقيقة، واشتقت كتير للمغرب، لازم روح، لازم، بس أكيد الواحد ما قاله إلا بلده يلي هو لبنان طبعاً أكيد. And I'll carry it.